Player number 9, Murad Zwick. Player number 15, Muhammad Al-Khafaj. Player number 23, Nawras Bafel. Player number 24, Ali Ismail. And player number 44, Muhammad Abdel Khalid. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Kuwait. Please remain standing for the national anthem of Iran. The referees for the game are Yevgeny Mikhayev from Kazakhstan, Saif Adosari from Qatar, and Mohammad Rami from Jordan.
number 00, Imayo Michael. Player number 4, Karar Hamza. Player number 7, Hassan Abdullah. Player number 15, Muhammad Al-Khafaji. Player number 24, Ali Ismail. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد محمد ابن عبد الله المبعوث رحمه للعالمين. متابعينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان متابعي قناه فلسطين الشباب والرياضه، اهلا ومرحبا بكم معنا هنا من صاله الجامعه العربيه الامريكيه بمدينه جنين. النقل المباشر لاحداث المباراه الثانيه ضمن لقاءات المجموعه الثانيه ايضا من التصفيات التمهيديه المؤهله لبطوله الامم الاسيويه 2025. طبعا اليوم لقاء خاص، لقاء كبير كمان يضم المنتخبين العراقي والكويتي بعد مباراة الأمس الأولى ضمن لقاءات هذه المجموعة والتي ضمت أو جمعت كمان بين المنتخب الوطني الفلسطيني ونظيره العراقي، وانتهت بانتصار المنتخب الوطني ب91 نقطة مقابل 81. اليوم العراق والكويت في ديربي يعني خليجي مميز، ديربي أيضا بين العراق والكويت كان دائما حافل بالإثارة والندية والجمال أيضا على مستوى كل الألعاب الرياضية. لذلك اليوم لقاء يضم المنتخب الكويتي مع المنتخب العراقي على أرض فلسطين يعتبر أولا هو لقاء خاص ولقاء جميل إن شاء الله ومنتظر، وهو بالمقابل لقاء تاريخي لأن يقام لأول مرة بين الكويت والعراق على أرض فلسطين، بل أن منتخب الكويت بالعموم على مستوى لعبة كرة السلة هو منتخب العراق يزور فلسطين للمرة الأولى تاريخيا. إذا المباراة انطلقت قبل لحظات من الآن، إن شاء الله كمان نقدر نستمتع وإياكم فيها. وبالألوان البيضاء الكاملة يلعب منتخب العراق في هذه المباراة مقابل الألوان الزرقاء الكاملة للمنتخب الكويتي. مباراة مقامة على صالة الجامعة العربية الأمريكية، الملعب أو الصالة المقامة طبعا في مدينة جنين الفلسطينية، فلسطين التي تستضيف مباريات المجموعة الثانية النافذة التي تضم منتخبات فلسطين والعراق والكويت. أيضا ننتظر أن نستمتع في هذه المباراة بعد متعة كبيرة أيضا جمعتنا بالأمس في لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي، انتهت بانتصار المنتخب الوطني بفارق 10 نقاط 91 مقابل 81. محاولة عراقية والمنتخب العراقي يتقدم أولا في هذا اللقاء أمام المنتخب الكويتي. التصنيف 87 للمنتخب العراقي الذي يستهدف الوصول الخامس في تاريخه للبطولة القارية مقابل التصنيف رقم 140 للمنتخب الكويتي الذي يسعى للوصول رقم 13 في تاريخه للبطولة القارية. تراجع طبعا للكرة الكويتية، كرة السلة الكويتية بسبب الإيقاف الدولي، لكن بالعموم تظل كرة السلة الكويتية هي كرة ولعبة عريقة هناك في دولة الكويت الحبيبة. الكرة هلا للمنتخب الكويتي، محاولة تحت السلة، سلة كويتية أولى على أرض فلسطين بالعموم. وفي هذه المباراة أيضا عن طريق اللاعب رقم 34 في تشكيلة المنتخب الكويتي، اللاعب اللي هو يوسف بو رحمة يسجل يوسف، وبالتالي 4-2 مع رمية إضافية. المنتخب العراقي فشل في تسجيل الرمية الإضافية قبل قليل، الآن المنتخب الكويتي بالمقابل عنده رمية إضافية، كيف سيستغلها؟ يسجلها نعم بو رحمة يوسف، إذا يسجل النقطة الثالثة في هذه المباراة
لاعب الخبرة. إذا يوسف بو رحمة يسجل للمنتخب الكويتي، 27 عام لكنه يمتلك إمكانات كبيرة. الكرة مع ميفيلد اللاعب الأمريكي المجنس مع المنتخب العراقي. الحيازة بتعود للمنتخب العراقي في الربع الأول. نلعب دائما، والنتيجة حتى الآن 4-3 لمصلحة المنتخب الكويتي. لعبة عراقية تحت السلة، الخفاجي لكن مقطوعة من لاعبي المنتخب الكويتي، وآخر من لمس الكرة كان لاعب المنتخب الكويتي أيضا، وبالتالي الإدخال راح يكون من نصيب المنتخب العراقي حاليا. ميفيلد كرار حمزي يسجل، وبالتالي 6 للعراق 3 للكويت حاليا. كويتية حاليا، نعم، عند بو رحمة يعيدها للجيري، لعبها لبو رحمة كمان مرة، الآن محاولة على الثلاثية، ريباوند للمنتخب الكويتي تحت السلة، محاصر بيطلع كمان مرة لبو رحمة. بو رحمة بيحاول بيلعب على السلة، خلص زمان الهجمة برضو، الريباوند كمان نصيب المنتخب العراقي. صوت بالكرة للعراقيين حاليا، علي اسماعيل اعطاها لميفيلد، يحاول افضل لاعبي المنتخب العراقي في لقاء امس امام منتخبنا الوطني. اللاعب ميفيلد كان قد سجل 20 نقطة في هذه المباراة، يعني اللي هي المباراة الأولى طبعا. بيشوت اللي هو اللاعب ميفيلد لكن يفشل في التسجيل. الكرة تعود للمنتخب الكويتي. محاولة كويتية حلوة، برافو عليك. يسجل اللاعب أحمد البلوشي للمنتخب الكويتي، اللاعب القميص رقم 5 يسجل للمنتخب الكويتي، وبالتالي يقلص الفارق إلى نقطتين، 6-5 في اللقاء حاليا، 6-5. حاليا اللعبة كويتية، نعم، 6-5. طبعا تقام هذه المباراة على صالة الجامعة العربية الأمريكية، أحد أبرز الجامعات الفلسطينية، ولا سيما على المستوى الرياضي، منشآت صراحة عالمية وجميلة، مستوى عالي من التنظيم ثم الترتيب وكذلك الجاهزية من أجل استضافة التصفيات التمهيدية هنا. وبالعموم ملعب كرة القدم، ملعب كرة السلة، هنا الصالة، ثم بقية الملاعب والمنشآت الرياضية في الجامعة العربية الأمريكية، هي منشآت نفتخر ونعتز بها كفلسطينيين بامتلاكنا لهذه الإمكانات البشرية والمادية القادرة على إنها تستضيف كمان منتخبات عربية أو كمان عالمية على مستوى عالي في كل مرة هنا في الجامعة العربية الأمريكية. فنشكر إدارة الجامعة على جهدها الكبير ثم قدرتها على أنها تهيئ الظروف بهذه الطريقة لاستضافة هذه المناسبة كمان المتميزة. لأول مرة فلسطين تستضيف نافذة كاملة، مجموعة كاملة في التصفيات على أرضها وبين جمهورها. لذلك اليوم حضور خاص للمنتخب العراقي والمنتخب الكويتي ايضا يضافوا الى منتخبات حضرت لارض فلسطين ان كان على مستوى كره السله او كره القدم، لكن مثل ما قلت على مستوى انه يكون في مجموعه واحده على ارض فلسطين، هاي لاول مره بتصير. لذلك ترحيب كامل باسود الرافدين، منتخب العراق والازرق للكويت الحبيب والجميل. اول زياره كويتيه كمان رياضيه رسميه لارض فلسطين، بينما العراق زارت فلسطين ممثله بمنتخبها الاول لكره القدم او منتخبها الأولمبي أو منتخب الشباب فعليا أو الناشئين ومنتخب كرة السلة. الآن نعمل الكويت تقريبا هذا أول وفد رياضي كويتي يزور فلسطين بصورة رسمية. إن شاء الله يعني تقدروا تزوروها في كل مرة، إن كان منتخب الكويت أو العراق أو الشعب الكويتي أو العراقي أو بقية شعوبنا العربية والأحرار في كل العالم، لأنه هاي البلد إلنا وإلكم ولناسها لأهلها كمان اللي بيخافوا عليها وبينتموا إلها. اللعبة كويتية ثلاثية، لا والله، الريباوند للمنتخب العراقي عند اللاعب ميفيلد، 6-5، قطع ستيل ناجح من جانب المنتخب الكويتي. اللاعب الكويتي لاعب الخبره بيحاول ضغط على منتخب الكويت، تعود لميفيلد، بيلعب اليمين لكرار الى حسان عبد الله، حسان ووكينج، وبالتالي ووكلام مشي بالكره عن طريق اللاعب حسان عبد الله. الكره تعود لمصلحه المنتخب الكويتي في هذه اللحظات.
الغيص يلعبها لبلوشي. هذا أليكس يعود لأحمد البلوشي. أحمد البلوشي يعود إلى أليكس الغيص. أليكس الغيص يلعب في السلة، برافو عليه، وبالتالي يتقدم المنتخب الكويتي لأول مرة في هذه المباراة. يتقدم المنتخب الكويتي لأول مرة في هذا اللقاء حاليا. بو رحمة عنده الكرة، 7 للكويت 6 للعراق. الكرة محاولة سلة كويتية، 9 مقابل 6، سلة للمنتخب الكويتي. اللاعب مصطفى عبد المنعم بالرقم 20 أو عمران جوهر، عفوا عمران جوهر، يسجل للمنتخب الكويتي. كان في اللعبة تسعة مقابل 7 حاليا في اللقاء. عودة يعني بو رحمة، بو رحمة يحاول، أبرز لاعبي المنتخب الكويتي حتى الآن أليكس الغيص. الغيص يعود لبو رحمة، محاولة للمنتخب الكويتي، لا زالت عند بلوشي، يعيدها إلى بو رحمة، يعين عليه، يسجل ثلاثية فعلا يوسف بو رحمة. يوسف بو رحمة يسجل للمنتخب الكويتي، وبالتالي 12 مقابل 7. رد عراقي سريع، العراقيين يردون بسرعة عن طريق علي اسماعيل. علي اسماعيل يسجل، تعود الكويتية هلا تحت السلة لحاله أليكس الغيص، لكن يفشل في التسجيل. ميفيلد بيقطعها، تعود لحسن عبد الله، تمريرة حلوة كثير، يا عين عليك يا حسان، وبالتالي سلة عراقية جميلة، سلة عراقية جميلة عن طريق اللاعب ميفيلد. 12 مقابل 11، قد يعدل النتيجة حاليا أيضا المنتخب اللي هو العراقي. كانت هجمة جميلة وتمريرة برضو حلوة للمنتخب اللي هو العراقي. 12 مقابل 11. كرة كويتية الآن عند اللاعب أحمد البلوشي. المنتخب العراقي الآن يعود لتقدم بنتيجة 14 مقابل 12 في هذا اللقاء. الكرة الكويتية طبعا على مستوى الرياضة ككل يعني عانت من الإيقاف الدولي في الفترة الماضية، لذلك تأثر منتخب كرة القدم ومنتخب كرة السلة، وينشد العودة الآن منتخب الكويت 14-14 في اللقاء حاليا. أيضا تعود الكويت بالتعادل في هذا اللقاء. يبدو بأن موعدين مع لقاء إن شاء الله يكون جميل أيضا بين الكرة العراقية والكرة الكويتية. التعادل 14-14 في الربع الأول من هذا اللقاء. ونذكر بأن المنتخب الكويتي يخوض اللقاء الأول مقابل اللقاء الثاني للمنتخب العراقي الذي واجه المنتخب الوطني بالأمس وكسر أمامه بفارق 10 نقاط. سلة عراقية الآن يعود بها المنتخب العراقي للتقدم بالنتيجة، يعود لتقدم بنتيجة المنتخب الكويتي العراقي عفوا 16-14. الكويتية حاليا ثلاثية يفشل فيها، ريباوند من جانب الكفاجي، يلعب لكرار، كرار حمزة يسجل كرار، وبالتالي 18 للعراق 14 للمنتخب الكويتي حاليا 18-14.
المحاولة الثلاثي، ريباوند الآن والكرة ترفض الدخول عن طريق اللاعب عمران جوهر، ترفض الدخول الكرة الماضية وبالتالي تعود المنتخب العراقي. عند كرار حمزة، كرار يدافع عليه عبد العزيز الحميدي، يضطر للعودة عند اللاعب ميفيلد أمامه البلوشي، ميفيلد بيحاول تحت السلة، صراع الأطوال يسجل، برافو عليه إيلو الخفاجي يسجل من أمام لاعب المنتخب الكويتي مصطفى عبد المنعم، يسجل اللاعب الخفاجي من أمام مصطفى عبد المنعم، بالتالي 20-14 رمية إضافية للاعب المنتخب اللي هو العراقي. الشخصيات الرسمية الاعتبارية اليوم الحاضرة في صالة الجامعة العربية الأمريكية، الكابتن إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، دكتور عديد راغم أيضا المحاضر الجامعي هنا ومسؤول المنشآت الرياضية في الجامعة العربية الأمريكية، رئيس الاتحاد الفلسطيني السابق لكرة السلة أيضا، الكابتن خضر دياب والضيوف الأعزاء من العراق والكويت، رؤساء البعثة العراقية والكويتية الإداريين هنا وهناك اللي بالمناسبة اليوم زاروا أيضا المسجد الأقصى المبارك في العاصمة الفلسطينية القدس، يعني الإداريين اللي هم رئيس البعثة والإداريين من جانب البعثتين الكويتية والعراقية بانتظار من اللاعبين كمان إن شاء الله يتمكنوا هنا وهناك من زيارة المسجد الأقصى المبارك. دائما نقول إنه الإخوة العرب هنا في فلسطين ليسوا ضيوف وإنما هم أهل بيت وداعمين أيضا للقضية الفلسطينية في زيارتهم وحضورهم في أرض فلسطين. كرة تعود عراقية الآن لكن سهلة جدا، إيزي باسكت يسجل باستخدام الدانك اللي هو اللاعب الكويتي مصطفى عبد المنعم، هجمة عراقية يتأخر لاعبون المنتخب الكويتي بالعودة ويتأخر أيضا كرار بالاستفادة، يلعب لميفيلد، ميفيلد يحاول الكرة للمنتخب العراقي، كرار كرار كرار، برافو عليك يا كرار، 23-16 لمصلحة المنتخب العراقي حاليا، 23-16 الكرة تعود للمنتخب الكويتي، محاولة ريباوند عراقي من علي اسماعيل للأمام لميفيلد، خطأ شخصي على لاعب المنتخب الكويتي اللاعب عبد العزيز الحميدي، و23-16 لمصلحة العراق حتى الآن في هذا اللقاء. يقود المنتخب العراقي طبعا المدرب الوطني محمد النجار، بينما يقود المنتخب الكويتي اليوم المدرب التونسي عادل التلاتلي. نذكر بأن يعني الكرة التونسية على مستوى كرة السلة يعتبر منتخب تونس هو الأول عربيا، نعم المنتخب التونسي هو الأول عربيا، بينما تحتل الكويت التصنيف رقم 140 على مستوى العالم، ويحتل منتخب العراق بالمقابل التصنيف رقم 87، يعني تصنيف بعيد وكأنه بين العراق والكويت، لكن مع ذلك يرى الكويتيون بأن الإيقاف الدولي اللي صار على منتخب الكويت هو من سبب إدراج تصنيف المنتخب الكويتي إلى هذه المرتبة، ومع هذه اللقطات ينتهي زمن الربع الأول في المباراة بيتقدم المنتخب العراقي ب 23 نقطة مقابل 16، فارق 7 نقاط للمنتخب العراقي في اللقاء الذي انتهى الربع الأول منذ لحظات. بعثة المنتخب الكويتي نذكر أيضا وصلت بالأمس لأرض فلسطين، وصلت بالأمس نعم لأرض فلسطين بعثة المنتخب الكويتي، بينما وصل المنتخب العراقي أول أمس إلى أرض فلسطين، وكان قد زار بالأمس أيضا مقبرة الشهداء العراقيين لأرض فلسطين أو في أرض فلسطين، المقبرة الخاصة بالشهداء الجيش العراقي الموجودة هنا على المدخل الجنوبي لمدينة جنين. المنتخب الكويتي بالمقابل وصل توه للأمس لأرض فلسطين، وبالتالي حتى برنامج مباريات هذه المجموعة اختلف. بارح منتخبنا مع المنتخب العراقي كان هو اللقاء الأول بدل من لقاء المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي، اليوم تلتقي الكويت في العراق، وغدا إن شاء الله تختتم لقاءات هذه المجموعة بمواجهة تجمع المنتخب الوطني مع نظيره الكويت، 140 الكويت و 7
87 للعراق على مستوى العالم، وقلنا عربيا تونس تظل في الترتيب الأول اللي هو طبعا 28 على مستوى العالم، هذا فيما يخص يعني المنتخبات العربية بالعموم. أما المنتخب العربي الأول على مستوى القارة هنا في آسيا فهو المنتخب طبعا الأردني الشقيق، الثاني عربيا أيضا والذي يحتل الترتيب رقم 39 على مستوى العالم. منتخبنا الوطني الموجود في هذه المجموعة تصنيف رقم 90، العراق كما قلنا 87 والكويت 140، لكن تراجع تصنيف طبعا المنتخب الكويتي نتيجة الإيقاف الدوري، ما لعبوش مباريات واليوم يعود وكأنما للواجهة من جديد. فأعتقد المنتخب الكويتي أنه إن عاد لما كان يفعله في سنوات ماضية الاحتكاك بالمنتخبات ولعب المباريات فسيعود لترتيب أفضل، لأنه فعليا مثلا في هذه المجموعة يعتبر المنتخب الكويتي الأكثر حصولا على المراتب المتقدمة أو وصولا مثلا للبطولة القارية، بينما يطمح مثلا منتخبنا الوطني للوصول الثاني تاريخيا للبطولة القارية، وتطمح العراق للوصول الخامس، فإن الكويت تبحث عن الوصول رقم 13 في تاريخها للبطولة القارية. 12 تواجد للمنتخب الكويتي سابقا في بطولة الأمم الآسيوية، آخرها كان في العام 2015 في الصين، وأبرزها كان الترتيب الرابع في هونغ كونغ عام 1983 لما كان المنتخب الكويتي نعم رابع القارة الآسيوية. اليوم تراجع بسبب الإيقاف الدولي، لكن عودة إن شاء الله تكون كمان جميلة للأزيرك للأزرق الكويتي الجميل والحبيب على كافة الأصعدة والرياضة. طيب نعود الآن الربع الثاني، 23 العراق مقابل 16 الكويت، الكرة الكويتية محاولة عند بلوشي، محمد عدنان دخل أيضا للمنتخب الكويتي حاليا. العراق عادة اللاعب اللي هو الخفاجي لملعب اللقاء، اللاعب القميص رقم 15، أطول اللاعبين العراقيين إلى جانب اللاعب أيضا صاحب القميص صفر اللي هو إيهاب الزهيري، الاثنين عندهم مترين وتسعة سنتيمترات، بينما في تشكيلة المنتخب الكويتي تقريبا ما فيش أي لاعب عفوا يعني قد تعدى حاجز المترين، ربما يكون اللاعب رقم 15 اللي هو مصطفى عبد المنعم، مع أن يعني بالمعلومات الموجودة عندنا مش موجود بالضبط اللي هو طوله، بس بكل الأحوال الكرة الكويتية عند اللاعب أحمد البلوشي، لاعب الخبرة هذا أحمد، تشابه كبير ما بينه وبين اللاعب حمد عدنان، والكرة الكويتية حاليا عند بلوشي صانع الألعاب يعود للخلف يعني التمريرة الماضية ما قراها اللي هو زميلك يا مصطفى، زميلك اللي هو صالح اليوسف، اعتقد بأنه يعني مصطفى عبد المنعم مرر الكرة للاعب آخر أو مثلا لعب على السلة ينزل رأسه شوي ومرت الكرة وضاعت على المنتخب الكويتي. تعود عراقية للمنتخب نعم العراقي حاليا، يحاول حسان عبد الله، حسان يلعب من جديد الآن للمنتخب الكويتي العراقي عفوا ميفيل الخفاجي، يا عيني سلة عراقية حاليا، وبالتالي المنتخب العراقي يتقدم بنتيجة من جديد، يعزز تقدمه في اللقاء 25 مقابل 16، 9 نقاط الفارق في الربع الأول من هذه المباراة. سلة عراقية عن طريق اللاعب حسان عبد الله، لاعب فريق الشرطة العراقي، متر وثمانية وثمانين سنتيمتر لحسان، وبالتالي الفارق الآن يعود إلى 9 نقاط، 25 مقابل 16 في هذا اللقاء الذي يتفوق به المنتخب العراقي حتى الآن على المنتخب الكويتي بفارق 11 نقطة، الفارق أصبح 11 عفوا مش 9، 11 نقطة الفارق الآن بين المنتخبين، 6 نقاط للخفاجي، 13 نقطة لكرار حمزة هداف المباراة حتى الآن، مقابل 4 نقاط لميفيلد، نقطتين لعلي اسماعيل ونقطتين لحسان عبد الله من جانب المنتخب العراقي حتى الآن. الكويت بالمقابل سجلت عن طريق أليكس الغيص مرتين، وكمان عن طريق اللاعب مصطفى عبد المنعم نقطتين، اللاعب رقم 5 أحمد البلوشي سجل 4 نقاط مع المنتخب الكويتي حتى الآن، و6 نقاط هداف المنتخب العراقي الكويتي عفوا هو يوسف بو رحمة برصيد 6 نقاط، نقطتين بالمقابل لعمران جوهر، وهنا الصورة على الحضور
الجماهير الموجود في ملعب المباراة اليوم في صالة الجامعة العربية الأمريكية. جمهور يتابع هذا اللقاء بين المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي، وترحيب كبير دائما بالمنتخبين. يعني احنا اسفين لانه العدد يمكن ما زاد عن الحد اللي عمال بنشوفه ارضية الميدان. الصورة كانت على شين لاعب المنتخب الوطني، وبرضه مين كان جنبه والله نسيت، حاول اتذكر هلا. يعني الصورة نسيتها مش الاسم. مثل ما قلت يعني اسفين لانه العدد ما هواش العدد اللي بيطمح فيه يمكن المنتخب الكويتي والعراقي من الجماهير الفلسطينية، لكن ظروف فلسطين خاصة، وجودنا بمدينة جنين والاشتباكات المستمرة اللي بالاساس هي اعتداءات طبعا احتلالية مستمرة على ارض فلسطين، بتجعل العدد يعني محصور بالمتابعين اللي بيقدروا يتنقلوا بين المحافظات الفلسطينية، او كمان بياخذوا على عاتقهم يتنقلوا بين المحافظات والمدن الفلسطينية متحملين الاذى والعقبات المستمرة من جانب الاحتلال الغاشم. هنا الخفاجي بانك عن طريق الخفاجي، وبالتالي 29-16. يعني لاعب الخفاجي لاعب فريق الشرطة العراقي، مترين وتسعة سنتيمترات، 30 عام لمحمد الخفاجي الكويتي حاليا عند البلوشي اللي بو رحمة يلعب القيص أليكس القيص، لكن نجاح المنتخب الكويتي حتى الآن على مستوى الثلاثيات ما هوش بالنسبة الكبيرة، لذلك الفارق حتى الآن 13 نقطة. تعود الكويتية، خطأ لمصلحة المنتخب الكويتي، خطأ مهاجم بالتالي لمصلحة اللاعب صالح اليوسف لاعب المنتخب الكويتي حاليا. لا شك أن عودة الكويت لسابق عهد على مستوى لعبة كرة السلة يلزمها يعني وقت معين، فبعيدا عن نتائج المنتخب الكويتي إن كان اليوم أو بكرة أمام المنتخب الوطني، ف ستظل الكرة الكويتية هي كرة جذابة وجميلة. وهنا سلة عراقية عن طريق حسن عبد الله ترفع الفارق إلى 15 نقطة، 31-16. 50% نجاح المنتخب الكويتي على مستوى الثنائيات، 8% بس على مستوى الثلاثيات، مقابل 100% على مستوى الفري ثروز للمنتخب الكويتي. مقابل ذلك تفوق العراق على مستوى الثنائيات، لأنه نسبة نجاح المنتخب العراقي في هذا الجانب 72%، وعلى مستوى الثلاثيات برضو 16%. أما الرميات الحرة فمثل امبارح تماما المنتخب العراقي ضعيف في هذا الجانب 28%، وسلة كويتية جميلة ثلاثية عن طريق اللاعب حمد عدنان. نعم حمد عدنان يسجل للمنتخب الكويتي ويقلص الفارق الآن إلى 12 نقطة. 16 ريباوند حتى الآن للمنتخب الكويتي مقابل 15 للمنتخب العراقي، 12 منها هجومية و13 هجومية للعراق، 4 دفاعية للكويت و2 على المستوى الدفاعي للمنتخب العراقي. مشي على الخفاجي، خطأ لمصلحة المنتخب الكويتي. يقود اللقاء تحكيميا الحكم الكازاخستاني ميخايل، ومعه كمان سيف الدوسري من قطر ومحمد طراونة من الأردن. هذا على مستوى حكام المباراة اليوم. الكرة الآن الكويتية تحت السلة، محاولة من حمد عدنان يحاول، لكن أيضا الكرة تسجل وسلة كويتية تحتسب على ما يبدو لصالح اللاعب صالح اليوسف. الكويتية حاليا عند بو رحمة، سلة كويتية، فارق 10 نقاط الآن 31 مقابل 21 في الربع الثاني من هذه المباراة. حسان يا عيني حلوة، حلو يا حسان الحسون العراقي. حسان عبد الله يسجل صاحب القميص رقم 7، لاعب مميز كمان يعني ساعدنا قبل انطلاقة المباراة، كنت بسأله على لفظ الأسماء العراقية فحسان وقف معنا يعطيه العافية. وبرضه سلة الآن للمنتخب الكويتي يقلص الفارق الـ11
34-23 لمصلحة العراق في اللقاء. أسود الرافدين والأزرق، والله شرف عظيم، شرف عظيم لفلسطين بأن تستضيف هذين المنتخبين الكبيرين على مستوى لعبة كرة السلة، على مستوى يعني كل المجالات. العراق كبيرة، الكويت كبيرة، العراق أصيلة، أو الكويت أصيلة، الكويت حبابة وجميلة، والعراق كذلك. علاقة الشعب العراقي والكويتي كمان بالشعب الفلسطيني علاقة استثنائية وجميلة، وفيها الخير وفيها البركة كمان، ها؟ ما فيهاش مصالح بالمرة، بل فيها الخير وفيها البركة. اللعبة هلا كويتية. يا ألكس الغيص، يا عيني يا عيني يا عيني، ثلاثية حلوة للمنتخب الكويتي. وهنا الصورة عن لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة بيتابعوا هذا اللقاء. امبارح عملتوا مباراة كبيرة يا شباب، وإن شاء الله بكرة كمان أمام المنتخب الكويتي بتلعبوا أنتوا وياهم كمان مباراة حلوة. وتمتع الناس هون إن كان في صالة المباراة أو كمان عبر الشاشة الصغيرة متابعي قناة فلسطين الشباب والرياضة ومن يتابع هذه التصفيات بالعموم. حسان عبد الله، نعرف أن المنتخبات الثلاث متأهلة للتصفيات النهائية، وعندما نصل للتصفيات النهائية فإن منافسين مختلفين سيلتقوا بعد ذلك، لكن الأمر كمان له علاقة بالنقاط اللي ممكن يجمعها المنتخب في هذه التصفيات التمهيدية. يعني كل منتخب من المنتخبات الثلاثة فمطالب المنتخب الكويتي أو العراقي أو المنتخب الوطني كمان بمثل جهود كبيرة. يملك شوط من جانب اللاعب الخفاجي لم يكن ناجح، لذلك تنسب خطأ على أطول لاعبي المباراة من جانب المنتخب العراقي على أرضية الملعب حاليا، هو وإيهاب الزهير الأطول 2 متر و209 سنتيمترات، وخطأ للمنتخب الكويتي وبالتالي رميتين حرتين. نعم، هي تصفيات تمهيدية اللي بيسأل عفوا عن الآلية المتبعة في التصفيات بنقول إنه هي تصفيات تمهيدية، وبعد ذلك راح يكون في تصفيات نهائية تنطلق في شهر شباط من العام المقبل، وعند ذلك ستقسم المنتخبات إلى مجموعات جديدة، ولكن النقاط الحالية الموجودة في التصفيات التمهيدية ستأخذها المنتخبات معها للتصفيات النهائية وتكون فارقة معها فعليا. راح تكون فارقة معها فعليا، يعني الثلاثة متأهلين رايحين مكملين، بس في فرق بين اللي بده يكمل بنقطتين أو أربع نقاط أو بالمقابل نقطة أو اثنين، يعني على أقل تقدير نقطتين لكل منتخب. مثلا إذا في منتخب من المنتخبات خسر مرتين فراح تفرق معه إن كان معاه نقطتين أو ثلاثة أو أربعة مثل ما قلنا. ميفل يلعب لكرار، كرار يحاول، كرار ولكن أيضا خطأ لمصلحة اللاعب كرار. 34 للعراق 26 للمنتخب الكويتي في هذه المباراة. هون إيهاب الزهيري، يلا بحكي لكم عن إيهاب، يعني قبل المباراة عمل معنا موقف اللي بحكي لكم إياه. كرار الرمي الأولى يفشل في تسجيلها كرار. الصورة على النجار، النجار من هون سامع بيقول له شو مستعجل، ها ليش مستعجل، تمهل شوي. اللي هو اللاعب كرار حمزة عند الكرة حاليا، كرار يحاول لكنه لم يسجل الرمي الثاني، وبالتالي النقاط الست الفارق بين المنتخبين بقيت على ما هي عليها. لعبة كويتية، محاولة عند حمد عدنان، حمد يحاول، حمد يلعب لأكس الغيس، الغيس ثلاثية، لا والله الريباوند المنتخب الكويتي، لكن أيضا النجاعة تجيب مع اللعبة الماضية والكرة تخرج خارج الملعب وتعود في حيازة المنتخب العراقي حاليا عند اللاعب ميفل. الغريب في اللقاء حاليا انه يعني منتخب الكويت يتفوق على المنتخب العراقي على مستوى الريباوندز مثلا ب 22 مقابل 16، بس ما قدرش يستفيد من هذا العامل كثير، لانه من التيرن اوفرز اللي ارتكبهم المنتخب العراقي في 10 مناسبات او عفوا في مناسبات سابقه لم يسجل المنتخب الكويت الا في الا 6 نقاط مقابل 10 مثلا للمنتخب العراقي، والفاست بريك الكويت سجلت منه نقطتين مقابل 17 مثلا للمنتخب العراقي، يعني فارق شاسع على مستوى الفاست بريك 15 نقطة فارق استخدام هذا العامل في لعبة كرة السلة، الارتداد السريع من المناطق الخلفية إلى المناطق الأمامية. في الكويت لم تنجح إلا في مرتين، أو بنسميهم مش مرتين حاليا، لم تنجح في تسجيل إلا نقطتين مقابل 17 نقطة للعراق على مستوى الفاست بريك. أكبر فارق اليوم وصل إلى 15 نقطة
بين المنتخبين، وقدر المنتخب العراقي كمان يسجل 11 نقطة متتالية مقابل انه مثلا منتخب العراق ما يسجل. الكويت بالمقابل سجلت 7 نقاط في الوقت اللي فيه مثلا منتخب العراق فاشل في انه يسجل النقاط، يعني هاي النقاط المتتالية اللي هم سكورينج ران اللي بيجوا ورا بعض. العراق 11 نقطة مقابل 0، الكويت 7-0 مثلا من غير ما يتخللهم اي نقطة عراقية، وبالمقابل العراق 11 من غير ما يتخللهم اي نقطة كويتية. هذا على مستوى الارقام حتى الان 34 للعراق نذكر و 26 للكويت في الربع الثاني من اللقاء المقام على صالة الجامعة العربية الامريكية بمدينة جنين الفلسطينية. فارق 6 نقاط. كرار هداف المباراة حتى الآن برصيد 13 نقطة، أكثر المسجلين برصيد 13 نقطة. بالمقابل أريكس الغيس هو الأكثر تسجيلا من جانب المنتخب الكويتي بسبعة نقاط. الكرة في محاولة عند الكفاجي واللعبة فيها خطأ لمصلحة المنتخب العراقي في النهاية. خطأ على عمران جوهر في اللعبة الماضية من نصيب اللاعب الكفاجي. لاعب فريق الشرطة العراقي ارتكب الخطأ في اللعبة الماضية، ارتكب عليه الخطأ عفوا في اللعبة الماضية. وثلاثين 28 نقطتين عراقيتين الآن متتاليتين، وبالتالي الفارق أصبح 8 بعدما كان الفارق في اللقاء اليوم أو قبل لحظات يعني 6 نقاط أصبح 8 هلأ. الكرة الكويتية بالخارج تعود داخل لكن أيضا يفقد الكرة بصورة سهلة كثير، والكفاجي أخذها من أمام البلوش استغل النقطة مش قادر يسيطر وبالتالي عمل ستيل وتعود الان للمنتخب الكويتي. أليكس الغيس لازم يحاول من هون، نعم لازم يحاول ويسجل، برافو عليه يسجل الغيس الان 36 مقابل 29 فارق 7 نقاط 36 لا مش 36 بالمره 36 31 يمكن. طيب اللعبه الان عراقيه 38 31 على الشاشه بالملعب لانه ما صارتش لسه 33 لي المنتخب اللي هو الكويتي 38 31 غالبا. على كل حال لاعبين المنتخب العراقي السله الان 40 مقابل 31 في المباراه الان ما بين المنتخبين العراقي والكويتي على بعد دقيقه 44 ثانيه على نهايه زمن الربع الثاني من اللقاء. دقيقة و44 ثانية ينتهي معها زمن الربع الثاني. نذكر بأن الربع الأول من اللقاء انتهى بتقدم المنتخب العراقي ب 23 نقطة مقابل 16 للمنتخب الكويتي. 23-16 في الربع الأول من هذه المباراة لمصلحة المنتخب العراقي. والربع الثاني حتى الآن يتقدم فيه المنتخب العراقي ب 18 نقطة مقابل 15، لذلك الفارق 10 نقاط كاملة بين المنتخبين. مش عارف اللوحة هون بالملعب 40 40 31 9 نقاط مش 10 40 31 قبل دقيقة و 44 ثانية على نهاية هذه المباراة. خفاجة 12 كرار حمزة 13 حسان عبد الله 9، هؤلاء هم مسجلي المنتخب العراقي الابرز في لقاء اليوم. كرار يتفوق في يعني من جانب المنتخب العراقي وباللقاء بالعموم هو اكثر المسجلين. الثاني هو كمان الخفاجي زميله الاكثر تسجيلا في الترتيب. الثالث هو أليكس الغيس لاعب المنتخب الكويتي عنده 10 نقاط 10 نقاط وهو الاكثر طبعا من جانب المنتخب الكويتي، يلي يوسف ورحمه صاحب القميص 34.
أم أليكس الغيص وصاحب القميص رقم ثلاثة. حلوة يا حرام يا حرام، ضيعها ضيعها بقرابة صالح اليوسف، مع أنه كانت إيزي باسكت. على كل حال هلا لعبة على الباسكت، بيحاول ميفيل شوت، لكن أيضا الريباوند بيكون من نصيب المنتخب الكويتي. وقبل ذلك على ما يبدو في خطأ لمصلحة المنتخب العراقي. 40-31، دقيقة 18 ثانية على نهاية الربع اللي هو الثاني. خطأ للكويت مش للعراق، لمصلحة الكويت. نعم هذا هو ميفيل، اليوم يعني لا يقدم المستوى اللي قدمه امبارح مثلا مع المنتخب العراقي، لأنه لحد هلا قريب شوي انه ميفيلد ما سجل الا 4 نقاط. غادر الملعب تقريبا في 5 دقائق او اكثر، والله اللي لم يغادروا حتى الان هم كرار والكفاجي وعلي اسماعيل وحسان عبد الله، بينما ميفيلد غادر في تقريبا دقيقتين. اوكي دقيقتين مش 5، ما وصل 5. اللعب عند ميفيلد الان، يحاول للمنتخب العراقي. إذا الكفاجي وخطأ لمصلحة المنتخب العراقي. فارق 7 نقاط الآن بين المنتخبين، فارق 7 نقاط. الربع الثاني يحاول أن يضيق في الفارق المنتخب الكويتي الآن، وفعليا تعادل في الربع الثاني بين المنتخبين، يتعادل الرصيد في الربع الثاني من اللقاء 17-17 بين المنتخب العراقي وأيضا نظيره الكويتي. كفاجي كان يعني في نقاش انه لاعبي الكويت بدهم الخطا لهم، والكفاجي لاعب المنتخب العراقي هو من تحصل على الخطا. حكام من كازاخستان طبعا ميخايف، وكمان سيف الدوسري من قطر، ومحمد طراوض من الاردن، طاقم تحكيم اللقاء اليوم بين المنتخب العراقي ونظيره الكويتي. لعبه كويتيه الان، فاست بريك للكويت، يحاول ان يسجل المنتخب الكويتي ويفعل ذلك عن طريق أليكس الغيص، وبالتالي يتقدم المنتخب الكويتي في الربع الثاني تحديدا 19-17. اما مجموع النقاط حتى الان في فارق 5 نقاط بين المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي. اللعبه الان عراقيه، محاوله تحت السله يصار عليها لاعب المنتخب العراقي نورس ظافر. الخطا على نورس ظافر لاعب المنتخب العراقي. نورس لاعب فريق جامعة ديالى العراقية. الكرة تعود للمنتخب الكويتي، محاولة من أحمد البلوشي، يلعب الآن لبورحمة يوسف، يمرر لأليكس الغيص لأحمد البلوشي. لاعب الكبرى أحمد يحاول، زمن الهجمة ضار منه 8 ثواني. يوسف بورحمة بيلعب على السلة، ولكن ريباوند العراق. برافو عليه البلوشي، قطع الكرة الماضية، عمل الستيل وراح برضه على السلة وسجل. وبرضه هون يحاول لاعب المنتخب الكويتي يقاتل، لكن ايضا هي الكره تعود عراقيه. حلوه، نهايه مثيره للربع الثاني حاليا من جانب الكويتيين، 22 او 21 نقطه مقابل 17 في الربع الثاني لمصلحه المنتخب الكويتي. اللي فارق اللي كان 7-3، انتهى زمن الربع الاول 23 للعراق 16 للكويت، كان في فارق 7 نقاط، الفارق هلا صار 3. معنى ذلك بان المنتخب الكويتي تقدم على العراق في الربع الثاني بفارق 4 نقاط، 21 نعم مقابل 17 للمنتخب الكويتي. أليكس الغيص عنده الأرقام الأفضل من جانب المنتخب الكويتي، 12 نقطة منهم 3 ثلاثيات، ومن جانب العراق الرقم الأفضل هو لكرار حتى الآن، كرار حمزة اللي سجل 3 5 ثنائيات و6 نقاط من الفري ثروز. حتى الان 3 ثلاثيات للمنتخب العراقي مقابل 4 للمنتخب الكويتي. إصابة لأحد لاعبي المنتخب الكويتي بالسلامة، إن شاء الله إن شاء الله تكون إصابة طفيفة ويرجع يكمل معنا لاعب المنتخب الكويتي في المباراة. تبديل الكويتي أخير، والكرة تغادر الملعب مع بقاء 2 و7 أجزاء من الثانية. سيحاول المنتخب الكويتي تعديل النتيجة في آخر 2 قبل الذهاب للاستراحة.
الكره ملعوبه كويتيه على الارض بدهم يوقف الساعه، وهلا بيلعب على الثلاثيه، لا والله طلعت برا، وبالتالي ينتهي زمن الربع الثاني بتفوق المنتخب الكويتي 21-17، لكن بالمجموع العراق تفوق ب 40 نقطه مقابل 37 للمنتخب الكويتي. الان استراحه لمده ربع ساعه قبل ان نعود لنتابع زمن الربع الثالث ثم الرابع من هذه المباراه المثيره والجميله المقامه على ارض فلسطين بين المنتخبين العراقي والكويتي في التصفيات المهديه المؤهله لكاس اسيا عام 2025. نعود بعد حوالي ربع ساعه من الان، فابقوا معنا متابعي قناه فلسطين الشباب والرياضه.
مساء الخير من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا متابعي قناة فلسطين الشباب والرياضة، واهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة زمن واحداث ايضا شوط اللقاء الثاني من لقاء المنتخب العراقي والكويتي هنا على صالة الجامعة العربية الامريكية، انطلاقة من الربع الثالث من لقاء المنتخبين في التصفيات التمهيدية اللي تؤهل طبعا لبطولة الامم الاسيوية 2025. هاي التصفيات التمهيدية بانتظار طبعا التصفيات النهائية بعد ذلك في شهر شباط من اللي هو العام القادم، لذلك نرجو الخير للمنتخبين الان مع انطلاقة ربع اللقاء الثالث وان نتابع متعة اكبر مما يعني تابعناه، ويضاف يعني وكأنما هذا الربع ما تابعنا الى الربع الاول او في الربع الاول والثاني من مباراة المنتخبين الكويتي والعراقي المقامة على صالة الجامعة العربية الامريكية. انتهى طبعا زمن الربع الاول من هذه المباراة بتقدم المنتخب الكويتي على المنتخب العراقي عفوا المنتخب الكويتي بنتيجة 23 مقابل 16 مقابل تفوق المنتخب الكويتي في الربع الثاني من هذه المباراة على نظيره العراقي، وبالتالي مع هذه العودة نوعا ما للمنتخب العراقي تمكن الكويتي عفوا تمكن منتخب الكويت من تقليص الفارق مع المنتخب العراقي الى 3 نقاط مع انطلاقة ربع اللقاء الثالث حاليا. 17 للعراق 21 للكويت مثلا انتهى عليها زمن الربع الثاني من هذه المباراة. 40-37 25-16 نعم للعراق في الربع الأول أو 23-16 للعراق في الربع الأول، 23 نقطة عراقية 16 كويتية، أما الربع الثاني فانتهى بتقدم المنتخب الكويتي 21 مقابل 17 لمنتخب العراق. والآن الربع الثالث في المباراة، الربع اللي بالعادة أيضا يكون ربعا فاصلا في لعبة كرة السلة وليس حاسما على الآخر، لكن حسب من نتيجة والفارق اللي ممكن يصير بكل تأكيد فإن الربع الثالث هو ربع مهم للغاية. عراقية مرتين يسجل اللاعب ميفل، بالتالي يرفع الفارق إلى 5 نقاط لمصلحة المنتخب العراقي. ولعبة كويتية محاولة الآن أحمد البلوشي، يحاول أحمد يعين عليك يسجل أحمد، ويعترض النجار باعتبار أنه كان في مشي في اللعبة الماضية. لا والله هذا كان المدرب التونسي الثلاث ليالة الحال. سجلت العراق من جديد ورفعت الفارق من جديد ايضا، لكن الفارق 4 نقاط، 4 نقاط معنى ذلك الاثاره راح تكون كبيره يا بو رحمه لحمد، يحاول حمد عدنان لكن تخلص، متعود عراقيه فاست بريك عراقي الخفاجي، والريباند من نصيب البلوشي صانع الالعاب البلوشي يلعب الكره للامام عراقي الان احمد البلوشي يحاول يلعب يوسف بو رحمه، وسله عراقيه او كويتيه جميله، سلة كويتية جميلة عن طريق اللاعب عمران جوهر يقلص فيها الفارق إلى نقطتين فقط 40-42. يبدأ سريعا الربع الثالث من اللقاء، يبدأ سريعا حاليا الربع الثالث، الكرة عراقية قريبة وسلة جميلة، سلة جميلة عراقية عن طريق اللاعب علي إسماعيل، يعود الفارق إلى 4 نقاط الكويتية حاليا. المنتخب الكويتي اللي ظهر 12 مناسبة سابقة في بطولة الأمم الآسيوية لكرة السلة مقابل ظهور العراق في 4 مناسبات في هذه المجموعة أيضا، عندما يضاف إليهم منتخبنا الوطني الفلسطيني فإن منتخبنا كان قد حضر في مناسبة وحيدة بالبطولة القارية، لكن إن شاء الله جيل كمان جديد جميل للكرة الفلسطينية يعيد البطولة من جديد أيضا للمرة الثانية في تاريخ الكرة الفلسطينية السلة الفلسطينية، وكامل التوفيق إن شاء الله كمان للشقيقين الحبيبين المنتخب العراقي والكويتي، ان شاء الله كمان يكون في وصول عراقي وكويتي للبطوله القاريه، لانه مثل ما قلت نذكر انه هي تصفيات تمهيديه بعد انسحاب منتخبي اوزبكستان وبنغلاديش من هذه المجموعه، لن يغادر اي منتخب من المنتخبات الثلاثه التصفيات بل سيصل للتصفيات النهائيه، لكن الفارق طبعا انه الوصول للتصفيات النهائيه راح يكون محسوب مع النقاط الحاليه، يعني بمعنى انه انت ما بتلعب مباريات وديه، لا هي مباريات رسميه وراح تفرق معاك في التصفيات النهائيه، بس على الاقل لن تغادر العراق ولن تغادر الكويت ولن تغادر فلسطين سباق التاهل لاسيا 2025 بالتصفيات الحاليه التمهيديه. هي تصفيات بعد انسحاب اوزباكستان وبنغلاديش، تصفيات اما تضاعف الحظوظ واما ان تقلصها بالوصول للبطوله القادمه، لكنها لا تؤهل على الاخر ولا تنهي الامال هذا الآخر، هذا هو المعنى بالعموم. اللعب لميفل عراقية 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 عراقية، لكن ريباوند كويتي
يعود المنتخب العراقي كرار يلعب لويفيلد. يلا الشباب شوية حماس أكثر عرض الملعب، بدنا نستمتع، بدنا نستمتع بهذا الجيم اللوبي. ريباوند المنتخب الكويتي، أليكس الغيص، الغيص يتقدم للأمام يلعب لحمد اسمه عدنان، حمد يمول لبو رحمة إلى أليكس كويتي سهلي بيضيع لكن تعود يوسف يقطعها لاعبو المنتخب العراقي. منتخب عراقي مميز في الفاست بريك بيهاجم هلا وتحت السله سهله جدا وبالتالي سله نعم سله الخفاجي ناجم نادي الشرطه العراقي يسجل حاليا الكره مع حمد عدنان او البلوشي والله البلوشي يحاول يعيد الكره حاليا بيعطيها لميل أليكس الغيص الى حمد عدنان. حمد عدنان لاعب فريق الكويت بطل الدوري الكويتي يضيع اللعب الماضي على مستوى ثلاثيه الكره فيها خطا لمصلحه المنتخب العراقي خطأ لمصلحة المنتخب العراقي. عراقيا ميفلد يحاول تحت السد الخفاجي أخذها لا والله أخذوها منه وصلت للبلوشي يلعب لي حمد عدنان. حمد تحت السلة عراقي لكن يا عين على البلوك شوت الجميل بلوك شوت جميل للاعب المنتخب العراقي القائد علي اسماعيل لاعب فريق نفط بغداد العراقي. علي اسماعيل اللاعب اللي كان يقطع اللعب الماضية ببراعة كبيرة اللي طوله مترين فعليا ايضا علي مميز بطوله الكبير الفارع وكمان امكاناته العالية. الكرة الآن الكويتية لأحمد البلوشي البلوشي يا بلوشي يحاول البلوشي خرجها هناك حلوة التمريرات الكويتية أعطوا أليكس فرصة للتسديد نعم ويسجل فرصة للتصويب يسجلها اللاعب أليكس الغيص وبالتالي يقلص الفارق الآن إلى ثلاث نقاط ثلاثة نقاط. كرة عراقية محاولة عراقية ميفيلد أخذها الفارق أربع نقاط 48-44 ريباوند عراقي عن طريق إيهاب الزهيري. إيهاب اللي دخل للملعب الآن لكن الكويت تحاول فاست بريك كويتي أليكس الغيص يعيدها للبلوشي أخطأت شوية أليكس كان ممكن تروح للسلة لحالك لكن يعود أليكس للبلوشي البلوشي عمل له سكرين اللي هو زميله ولكن فشل في التسجيل. مين اللي كان بيعمل سكرين؟ اللاعب رقم 14 صالح اليوسف. الآن إيهاب الزهيري مترين وتسعة سنتيمترات إيهاب يفشل وتعود الآن الكويتية حاول حمد عدنان يقلص الفارق الى نقطتين فقط الان بين المنتخبين تزداد المباراه اثاره وتوازن كبير بين المنتخبين 48-46 عشان هيك لما قلنا بالبدايه انه المنتخب الكويتي تصنيفه رقم 140 لا يعكس امكاناته كنا على حق في ذلك. نعم الكره الكويتيه لا تمر باجمل ايامها مش لانه ما في مواهب وما في امكانات وما في تاريخ مثلا للعبه كره السله بالكويت. هون أليكس الغيص أليكس الغيص برافو عليك يسجل ثلاثية جديدة الآن للمنتخب الكويتي يسجل نعم اللي كنت بحكيه انه اللي بيخلي الكرة الكويتية تتراجع بالتصنيف هو انه كان في ايقاف دولي للرياضة الكويتية بالعموم كرة سلة وكرة قدم والعاب مختلفة خلى تصنيف المنتخب الكويتي يتراجع لكن بالعموم الكويت دائما ولادة في البرتقالية في كرة السلة وفي بقية الألعاب الرياضية المختلفة سيتحسن إن شاء الله تصنيفها مع قادم اللي هي الأيام والسنوات. اليوسف سهلي اليوسف ضيعها اليوسف 52 عراق 49 الكويت. ميفيلد يحاول يلعب الآن إسماعيل وإسماعيل على ما يبدو عنده خطأ على عدنان حمد عدنان يرتكب الخطأ على إسماعيل لاعب فريق نفط بغداد اللاعب اللي عنده 32 عام ويعتبر قائد المنتخب العراقي على أرضية الملعب. علي اسماعيل
الكويتي يسجل معها المنتخب الكويتي. يسجل معها المنتخب الكويتي. يقلص الفارق منتخب الكويت الى نقطتين في الربع الثالث. المثير بين الفريقين. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عين عليك اسماعيل. حسان عبد الله هلا بنشوف حسان على ما يبدو. عماله كان بيسجل ثلاثيه جميله. تعود المنتخب الكويتي يرد بالثلاثيه. الان الفارق بين المنتخبين هو فارق النقاط الثلاث 56 53. ثلاثة نقاط الفارق بين العراق والكويت. 16 نقطة عراقية مقابل 14 الكويت في هذا الربع الثالث. الكرة عراقية. يا عيني يا عيني يا كرار كرار يا كرار يا كرار. 39 50 عفوا للعراق مقابل 53 للكويت. الآن فارق 6 نقاط. يعود الفارق ليرتفع. الكرة الكويتية محاولة هلا صناعة كبير. دخول أيضا اللاعب سهو سهو من جانب المنتخب الكويتي. سهو سهو اللاعب اللي عنده 19 عام أصغر لاعبي المباراة اليوم. أصغر اللاعبين عبد العزيز الحميدي كان ظاهر أيضا 34 عام أكبر لاعبي المنتخب الكويتي بالمقابل. هو واللاعب كمان الرباح الراشد الرباح رقم 4. الكرة مع مين؟ مع كرار. لسه عراقية. العراق التي خسرت بالأمس مع منتخبنا الوطني تريد أن تعوض في لقاء اليوم. الكويت بالمقابل لديها لقاء غدا أمام منتخبنا الوطني. هنا نقاش ما بين علي إسماعيل وحسان عبد الله. اثنين مميزين اللي هم حسان وكمان علي إسماعيل. حسان يلعب لنادي الشرطة وعلي إسماعيل لفريق نفط بغداد. 32 عام لعلي إسماعيل مقابل 30 عام لحسان عبد الله. هنا كرار ودخول ايضا اللاعب رقم 9 مراد زويكي لاعب فريق زاخو حاليا للمنتخب العراقي. تسعة وخمسين 53 19 16 في الربع الثالث حتى الآن. التقدم عراقي كما كان في الربع الأول 23 16. العراق أما الربع الثاني فكان من نصيب المنتخب الكويتي 21 17. يدخل اللاعب أيضا مصطفى عبد المنعم من جانب المنتخب الكويتي حاليا في حالة يعني سيراجع حكام المباراة حاليا اللي هم ميخايف وكذلك محمد طراو ونصيف الدوسري. خروج لعمران جوهر على كل حال أيضا من جانب المنتخب الكويتي ودخول للاعب مصطفى عبد المنعم في هذا التوقيت. كان قد دخل اللاعب سهو السهو أيضا اللاعب الصغير بالرقم 0 عنده 19 عام. لذلك سهو وأليكس الغيص ويوسف بو رحمة وكذلك اللاعب مصطفى عبد المنعم هم لاعبي المنتخب الكويتي المتواجدين في ملعب المباراة حاليا. خروج لأحمد البلوشي وكذلك لمحمد عدنان. كان يراجعوا هاي الحالة على ما يبدو لهم أو لا زالوا حكام المباراة. دقيقتين وست ثواني على نهاية الربع الثاني الثالث عفوا من هذه المباراة بين المنتخب الكويتي ونظيره العراقي اللي نرحب بهم دائما على أرض فلسطين. أهل البلد أهل البلد نعم في فلسطين شرفوها ويعني أعتقد كمان تشرفوا بها و ماكو فرق يعني ماكو فرق بين العراقي والفلسطيني والكويتي. أمة واحدة بلد واحدة. وهي فرصة اليوم كمان لأن نشكر الشعبين العراقي والفلسطيني وكل من ضحى وقدم أيضا لفلسطين من جهده من ماله من تعبه من عرقه من دمه. وهي الحالة يعني عمله بيعدنا إياها مخرج اللقاء من كان في لقطة ما بين اللاعب عمران جوهر وكرار كرار حمزي
لاعب المنتخب العراقي مش هذه هلا هون شوف لما يصعد كرار بالكرة وبعد ذلك الدفع كان من جانب اللاعب عمران جوهر هنا كرار وهنا محاولة كويتية لأخذ الكرة بعد ذلك لما انطلق كرار يعني بعد ما أعطى الباص بالضبط كرار هون شايفين في يعني هل يعتبر خطأ فني ولا خطأ شخصي على لاعب المنتخب الكويتي كان في نقاش ما بين حكام اللي هم المباراة وكانوا عمالهم ولا زالوا حتى يعني بيتابعوا بهذه اللقطة عبر الشاشة الصغيرة إلى جانب طاولة الحكام هناك هذه اللقطة هذه اللقطة من جانب عمران جوهر من غير ما يلعب الكرة من غير ما يحاول يأخذها كان عماله بيعتدي على لاعب المنتخب العراقي كرار حمزة في اللعبة الماضية نشوف الآن قرار اللي هم حكام اللقاء إيش راح يكون كرار راح يكون عنده رميتين ويمكن يكون في حيازة الآن لمنتخب العراق 59 مقابل 53 صارت 60 مقابل 53 فارق 7 نقاط الآن لمصلحة المنتخب العراقي الذي يريد تعويض الخسارة التي تلقاها بالأمس أمام منتخبنا الوطني اللعبة ضاعت من جانب كرار اللعبة الثانية والرمية الثانية أعادت للمنتخب الكويتي حاليا يعتبروا خطأ عادي مش فني اللي هم حكام اللقاء خطأ شخصي على عمران والكرة الكويتية الآن نعم لمصلحة المنتخب الكويتي محاولة عند اللاعب سهو سهو يحاول حاول فعلا لكنه ما سجل ميفيلد يلعب للأمام لإيهاب الزهيري يسجل إيهاب يسجل إيهاب وبالتالي الفارق الآن 9 نقاط ما بين المنتخبين الكويتي والعراقي 53 للكويت 62 للعراق امبارح في افتتاح لقاء التصفيات او لقاء التصفيات فعليا المنتخب الوطني كان عماله بينتصر على المنتخب العراقي 91 مقابل 81 منتخب قطر فاز على المنتخب العماني 73 مقابل 62 وعمان الان والامارات العربيه المتحده عمالهم بيلعبوا منتخب الامارات متقدم على عمان بفارق 4 نقاط وهنا العراق متقدمه على الكويت بفارق 9 نقاط انقدم الامارات مع قطر والكويت مع فلسطين مع منتخبنا الوطني اخر لقاءات المجموعتين اللي هم الاولى والثانيه في التصفيات التمهيديه الكره للمنتخب العراقي عند ايهاب الزهيري ايهاب يلعب لميفيلد حسان ريباوند للكويت وطلعت برا وبالتالي كره في حيازه المنتخب الكويتي ربع ثالث في 22 نقطة حتى الآن لمصلحة المنتخب العراقي مقابل 16 لمنتخب الكويت 22-16 في هذا الربع اللي هو الثالث الكرة كويتية البلوشي يعود لأرض الملعب أحمد البلوشي محاولة للمنتخب الكويتي تمريرات محاولات لعبة سلة لا مش سلة عادت عراقية فشل في تسجيلها لاعب المنتخب الكويتي اللي هو عبد العزيز الحميدي وخطا للمنتخب العراقي حاليا نذكر بانه هداف اللقاء حتى الان هو كرار حمزه برصيد 17 نقطه يلي محمد الخفاجي 14 من جانب المنتخب العراقي انا اتكلم عن العراق فقط نعم لانه هداف اللقاء بالعموم هو اليكس الغيث من جانب المنتخب الكويتي برصيد 19 نقطه62 53 صارت الان طبعا 65 53 بعد اللعبه الماضيه واصابه لاحد لاعبي المنتخب الكويتي وعشرين ثانية على النهاية والكرة مع المنتخب الكويتي الذي يحاول أن يعود الآن بمحاولة نعم عند اللاعب عبد المنعم مصطفى
حلو كثير، حرام تعثر لاعب المنتخب الكويتي وفاشله بالتسجيل. فاصل بريك للعراق اخر الثواني، خلاص 4 ثواني. 3-2 ميفيلد يسجل معها سله للمنتخب العراقي، ينتهي معها زمن ايضا الربع الثالث من هذه المباراه بتفوق المنتخب العراقي 67 مقابل 53. 67 مقابل 53 لمصلحة المنتخب العراقي بمجموع النقاط في الأرباع الثلاثة. ربع أول انتهى بتقدم المنتخب العراقي 25-16. الربع الثاني تقاوم الدمات فيه الكويت 21-17. والربع الثالث حاليا 16 نقطة للكويت مقابل 27 نقطة في المنتخب العراقي، يعني 11 نقطة الفارق في هذا الربع اللي هو الربع الثالث. جعل الفارق بين المنتخبين الآن يتوسع إلى 14 نقطة. 14 نقطة هو الفارق الآن ما بين المنتخبين، بعد ما كان 3 مثلا لما انتهى زمن الربع الثاني. لأن بالشوط الأول لما رحنا للهاف تايم كان السكور النتيجة بتكون 40 للعراق مقابل 37 مثلا للمنتخب الكويتي. فرق كان بس بين المنتخبين 3 نقاط، هلا صار 14 نقطة. ينطلق الآن زمن الربع الرابع والأخير من هذه المباراة بين المنتخبين الكويتي والعراق المقامة على صالة الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين. المنتخب الكويتي بالوان الزرقاء دائما، والمنتخب العراقي بالوان البيضاء. وثلاثية حلوة حلوة من البلوشي، حلوة من البلوشي. أحمد البلوشي يسجل، 32 عام اللاعب أحمد البلوشي لاعب المنتخب الكويتي يسجل، وبالتالي يقلص الفارق الآن إلى 9 نقاط بين المنتخب الكويتي ونظيره العراقي. العراق متقدمة بفارق 9 نقاط. ستيل ناجح من جانب المنتخب الكويتي. البلوشي الآن يحاول يلعب لي حمد، حاول كويتية بو خلف، يحاول أبو رحمة عفوا، أبو رحمة لبلوشي، لبلوشي مع الكرة أحمد إلى أليكس الغيص، يحاول لكن أيضا الريباوند أخذوه لاعبي المنتخب الكويتي. البلوشي كمان مرة يفشل في تسجيل. الله كانت فارقة هذه لو سجلت لإعادة المنتخب الكويتي على الأقل معنوية، لكن أيضا يكسب المنتخب الكويتي هذه الكرة ويستفيد من تيرنوفر عراقي. أليكس القيص تحت السلة، إيزي باسكت بتضيع، إيزي باسكت بتضيع على أليكس القيص. أليكس القيص فرصتين يعني المنتخب الكويتي أظهرهما لتقليص الفارق مرتين. كان ممكن الفارق يصير 7 مثلا بين المنتخبين، لكنه ظل 9، ظل 9. الكرة عراقية، محاولة إيهاب الزهير يلعب لكرار، كرار خطأ لكرار على عمران جوهر. لاحظنا بالأمس تراجع بدني واضح للمنتخب العراقي في الربع الأخير من مباراته أمام المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة. كان متقدم بالنتيجة في يعني ما بين اللي هم الربعين الثاني والثالث، ولكن عودة المنتخب الوطني الفلسطيني كانت في الربع الرابع تحديدا من مباراة الأمس اللي جمعت المنتخب العراقي مع منتخبنا الوطني بفارق وصل إلى 16 نقطة أو 14 نقطة 30-16. معنى ذلك بأن المنتخب العراقي عليه أن يحذر من عامل اللياقة البدنية، والكويت ربما ستحاول أن تستفيد من هذا العامل. قد يكون عامل اللياقة يعني قد خان العراقيين بالأمس فقط، يعني مش شرط يكون عندهم مشكلة باللياقة، بس اللي صار امبارح أن لياقة المنتخب العراقي شوي قلت، تركيزهم قل. وبرضه المنتخب الوطني قدم ربع أخير ممتاز وربح المباراة في ربعها الأخير أمام المنتخب اللي هو العراقي
بفارق وصل إلى 14 نقطة، 10 نقاط بالعموم يعني بنتيجة اللقاء. يعني دخل المنتخب الوطني مباراة بالأمس أمام العراق متأكر مع الربع الرابع، مع ذلك قلب النتيجة. الآن العراق تحاول أن تستفيد من درس الأمس وتعيد تقدمها إلى فارق 13 نقطة أمام المنتخب الكويتي. الكرة مع البلوشي، محاولة لصالح اليوسف لاعب الكبرى برضو، أو هذا والله يوسف بورحمة، يوسف بورحمة 27 عام لاعب المنتخب الكويتي، كان يحاول في اللعبة الماضية وإدخال من الجانب حيازة كويتية. حمد يحاول، حمد يسجل، برافو عليه حمد عدنان، يقلص الفارق 11-71 العراق مقابل 60 للأزرق الكويتي. كرار يحاول الآن واللعبة ستيل أو يعني فعليا فاست بريك للمنتخب الكويتي لبلوشي، إيزي باسكت، وبالتالي الفارق الآن 9 نقاط وتايم أوت يطلبوا محمد النجار مدرب المنتخب العراقي. راح يكون اللاعبين إنه صار معكم بارح مش لازم يصير اليوم، عليكم أن تستفيدوا من كل هجمة، من كل لعبة، من كل محاولة، لأنه أمال وكمان احتمالية عودة المنتخب الكويتي تبدو قائمة وتبقى أيضا قائمة ما دام عمر المباراة ضايل في كل هذا الوقت 7 دقائق و20 ثانية. هو وقت كبير في عالم كرة السلة. الكرة الآن لمصلحة المنتخب العراقي وفارق 9 نقاط ما بين المنتخبين. العراق العادة بألوانه البيضاء المقلمة بالأخضر والمنتخب الكويتي بألوانه الزرقاء. على يسار السادة المشاهدين كرة عراقية، الكفاجي لكرار، يحاول المنتخب الكويتي العراقي حاليا ميفيلد عند الكرة، يمرر مقطوعة من لاعبي المنتخب الكويتي، فاست بريك للكويت، محاولة من أليكس الغيس يلعب لحمد عدنان وخطأ لمصلحة حمد عدنان على اللاعب محمد الخفاجي لاعب المنتخب العراقي حاليا. خطأ لمصلحة المنتخب الكويتي حاليا. يسعى منتخب الكويت لتقليص الفارق أمام نظيره العراقي في هذه المباراة التي وفي ربعها الرابع والأخير تشهد تقدم عراقي، لكنه تقدم غير مريح لأن الفارق بين المنتخبين هو فارق 9 نقاط كاملة، 71 للعراق مقابل 62 للمنتخب الكويتي. 6 دقائق 59 ثانية على النهاية. هنا يظهر الصورة مدرب المنتخب الكويتي اللي هو التونسي عادل التلاتلي. عادل التلاتلي مدرب المنتخب الكويتي. نذكر بأن اللاعب أليكس الغيس لا زال هداف المباراة الأول، أكثر المسجلين نعم في هذا اللقاء. أليكس الغيس لاعب المنتخب الكويتي برصيد 19 نقطة. والكرة الآن مع اللاعب حمد عدنان. حمد يلعب الرمية الأولى على مستوى الفري ثروز يسجلها. المنتخب الكويتي أيضا يلتقي المنتخب الوطني غدا عند الساعة 7 بتوقيت القدس المحتلة. تقليص الفارق إلى 8 نقاط والآن الفارق صار 7 بين المنتخبين، 71 مقابل 64. حمد عدنان، حمد سجل، اللعبة تعود للمنتخب العراقي. سهلة حسان من غير مراقبة كاد أن يسجل، لكن أيضا
تحصل على خطأ في اللعبة الماضية، تحصل على خطأ. خطأ لمصلحة المنتخب العراقي لحسان عبد الله. حسان اللي بالمناسبة اليوم تمكن من تسجيل 12 نقطة وعمل 4 اسيست و 2 ريباوند ولعب 33 دقيقة و 8 ثواني قبل اللعبة الحالية. الكرة لحسان لاعب المنتخب العراقي، هو وكرار تقريبا يعني لم يغادروا الملعب. حسان وكرار، الكرة مع المنتخب العراقي الكويتي حاليا لأحمد البلوشي، يلعبها لألكس الغيص الكويتية حاليا. ألكس يحاول، الفارق عاد إلى 9 والكرة للمصلحة المنتخب الكويتي تحت السلة، لكن أيضا يخرجها لبرا شوي. حمد يحاول، تمويه جميل وثلاثية حلوة، تمويه جميل من حمد وثلاثية جميلة للمنتخب الكويتي. 24 عام لحمد عدنان يسجل ويقلص الفارق الآن إلى 73 العراق 67 للمنتخب الكويتي. ميفيلد يحاول، ميفيلد عند الكرة حاليا، ميفيلد يمرر لميل حسان، حسان حسان وينتهي زمن الهجمة. الكرة تعود للمنتخب اللي هو الكويتي حاليا. هجمة من حمد يلعب هناك، حاول يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ثلاثية جديدة للمنتخب الكويتي. مصطفى عبد المنعم، مصطفى عبد المنعم، 5 نقاط لمصطفى. يسجل حاليا للمنتخب الكويتي، يسجل للمنتخب الكويتي ويقلص الفارق الى 3. العراق كما فعلت بالامس تتراجع الان في الربع الرابع والاخير، العراق تتراجع 17 نقطة كويتية مقابل 6 فقط للمنتخب العراقي. مثل ما صار امبارح بالضبط، تراجع ملحوظ للمنتخب العراقي في الربع اللي هو الرابع والاخير، الربع الرابع والاخير. لصدايل، لصدايل كثير من الوقت كمان للتعويض او كمان التفريط مثلا للمنتخب العراقي. كان على العراقيين ان يستفيدوا من درس الامس، لكن الى الان الى الان العراق تكرر ما فعلته بالامس، تراجع يعني بتعرفش شو هو سببه في الربع الرابع والاخير. تبديلات، اللياقة، الجانب الفني، المعنى مش عارف صراحه انه القرار الفني للنجار. تايم اوت الان يطلب النجار ايضا مدرب المنتخب العراقي، لأن الفارق اللي كان قد وصل ل 11 نقطة أو 13 نقطة في وقت من الأوقات، الآن أصبح ما بين المنتخبين فارق 3 نقاط فقط، فارق 3 نقاط، يعني 67 مقابل 53، فارق 14 نقطة كان هو الفارق بين المنتخبين قبل انطلاقة هذا الربع الرابع والأخير، كان في 14 نقطة فارق. منتخب الكويت تمكن من تقليص الفارق الآن إلى 3 فقط، لأنه سجل 17 نقطة مقابل 6 بس بالعراق، يعني فارق 11 نقطة بين المنتخبين في الربع الرابع والأخير من نصيب المنتخب الكويتي. مكنه من تقليص الفارق، بدل ما يكون 14 صار إيش؟ صار 3، لأنه تمكن من تسجيل 17 نقطة مقابل 6 للمنتخب العراقي. الربع الرابع والأخير يتراجع فيه المنتخب العراقي كما فعل في لقاء أمام المنتخب الوطني بالأمس. محمد عدنان ب 14 نقطة ب 6 اسيست ب 4 ريباوندز. أبو رحمة اللي كان عنده أيضا 6 ريباوندز و 3 اسيست، 8 نقاط. أليكس اللي سجل 19 نقطة. أحمد البلوشي 14. مصطفى عبد المنعم 5. هم لاعبي المنتخب الكويتي الحاليين في الملعب ولقاد المنتخب الكويتي حتى الآن للعودة بالنتيجة. ليست عودة كاملة لأنه لسه المنتخب الكويتي متأخر، لكنه خلص، خلص الفارق إلى سلة واحدة، إلى سلة. أليكس يلعب الآن لمصطفى عبد المنعم، مصطفى يحاول، قد يفقد كرته، مش لازم تتعدى نصف منتصف الملعب. بالفعل عادت للمنتخب الكويتي، ضايل 4 ثواني ويسجل مصطفى عبد المنعم، يسجل للمنتخب الكويتي. 24 عام لهذا اللاعب، يقلص الفارق الآن إلى نقطة وحيدة بين المنتخبين، نقطة وحيدة. قد يفقد المنتخب العراقي يعني تقدمه أمام المنتخب الكويتي حاليا. الفارق بين المنتخبين نصف سلة،
نقطة واحدة نصف سلة بين المنتخبين الفارق الآن. العراق سود الرافدين عند ميفيلد يحاول على السلة يسجل في توقيت حساس. في توقيت هام تسجل العراق من جديد. تعيد الفارق إلى ثلاثة. الكرة مع أبو رحمة. يلعب لحمد. يمرر لألكس الغيس. أليكس الغيس للمنتخب الكويتي. عيني بلوك شوت ناجح. بلوك شوت ناجح عن طريق اللاعب الخفاجي. في توقيت أيضا مهم جدا. تظهر خبرة الخفاجي وبالتالي يمنع لاعب المنتخب الكويتي أليكس الغيس من التسجيل. بعد ما اخترق دفاع المنتخب العراقي في اللعبة الماضية. ثلاث نقاط الفارق. ثلاث نقاط بس هلا الفرق بين المنتخبين. بلوك شوت جميل جدا من جانب اللي هو الخفاجي مع اللعبة الماضية. هذا هو الخفاجي. كرة عراقية. محمد عبد المنعم الكبير يدخل حاليا والكرة للمنتخب العراقي. محاولة محمد أمين. عبد المنعم الكرة لمين؟ مشي؟ والله مشي. مشي على اللاعب علي إسماعيل قائد المنتخب العراقي. دخول لمحمد أمين للمنتخب العراقي. اللاعب اللي عنده 27 عام. والكرة لألكس الغيص. أليكس يلعب للبلوشي. البلوشي لبو رحمة. يحاول بو رحمة. بيستعيب البورد لكن أيضا. الكرة. إيزي باسكت وسلي. نعم. سلي للمنتخب الكويتي. 75-74. نهاية مثيرة الآن. نهاية مثيرة. في هذه المباراة اللعبي لميفيلد. للمنتخب العراقي. محاولة. أمام حماد يحاول ميفيلد بيخرج لبرا هلا حسان حلوي. حسان عبد الله يعيد العراق للمقدمة بفارق أربع نقاط الآن. برافو عليك يا حسان. الكرة يفشل في الإمساك بها علي إسماعيل. راح تكون من نصيب المنتخب الكويتي. لكن حسان أيضا يظهر في توقيت هام يسجل للمنتخب العراقي. و الكرة الكويتية 78-74. إثارة كما حدث بالأمس في لقاء المنتخب الوطني أمام المنتخب العراقي. أوكي انتهت المباراة بفارق 10 نقاط لكن أيضا كان في توازن، كان في حماس، كان في إثارة في المباراة في العموم. واليوم العراق والكويت برضو إثارة. وبكرة إن شاء الله مباراة المنتخب الوطني مع نظير الكويتي راح تكون مباراة مثيرة وجميلة. ننتظر فيها حضور أكبر لجمهورنا الحبيب الفلسطيني للترحيب أولا بالإخوان من دولة الكويت الحبيبة والشقيقة ولتشجيع المنتخب الوطني الفلسطيني من أجل تحقيق انتصاره الثاني. وفي هاي التصفيات لعبة عراقية. سلة عراقية. سلة عراقية لعلي إسماعيل. 80-74. 80-74. سلة عراقية. محاولة للمنتخب الكويتي. العراق تستعيد عافيتها. محمد أمين يلعب لميفيلد. ميفيلد يحاول يمرر وسلة برضو عراقية. تايم أوت. تايم أوت طبعا. تايم أوت لمدرب المنتخب الكويتي عادل التلاتلي. يطلب الآن وقت مستقطع لأنه بعد ما لاعبو فريقه اللي هو الكويتي قلصوا الفارق إلى نقطة وحيدة. الآن الفارق يعود إلى ثمانية. استغلال الهجمات اللي هي المرتدة الفاست بريك للمنتخب اللي هو العراقي يتم بكيفية ممتازة في هذه الدقائق، في هذه اللحظات فعليا. في هذه اللحظات نعم يستغل المنتخب العراقي الفاست بريك وبالتالي يعيد الفارق يرفعه من جديد إلى ثمان نقاط حاليا على بعد دقيقتين و52 ثانية من النهائي. إذن كما مرة نجدد الدعوة لجمهورنا الحبيب الفلسطيني لمتابعة مباراة الغد بين المنتخب الوطني الفلسطيني نظير الكويتي، لأنه هذا هو الحضور الأول لبعثة رياضية كويتية بصورة رسمية لأرض فلسطين. عراقيين من الجيش العراقي الذي دافع عن مدينة جنين محافظة جنين وفلسطين بالعموم في حرب عام 1948 أمام الجيش الاحتلال الصهيوني. نعم هذا حدث في عام 1948 عندما حضر الجيش العراقي
ودافع عن أرض فلسطين كما فعلت كثير من الجيوش العربية الأخرى المختلفة. تضحيات كبيرة قدمتها يعني العراق، قدمتها الكويت أيضا للقضية الفلسطينية، واليوم إن شاء الله كمان يتكرر مشهد وجودهم في أرض فلسطين. أحمد ببلوشي يقلص الفارق إلى 5 نقاط، ثلاثية حلوة من جانب البلوشي. الكرة مع ميفيلد بيأخذ الخطأ بذكاء اللي هو اللاعب أليكس، لا والله ما أخذها، حاول أنه يعني يأخذ خطأ من أمام ميفيلد لكنه لم ينجح. وهنا البلوشي ببراعة كبيرة كان عماله بيسجل ثلاثية جميلة لمصلحة المنتخب الكويتي. 5 نقاط الفارق، 82-77 82-77. محمد النجار مدرب المنتخب العراقي يتابع ميفل وهو يسجل الرمية الأولى ثم الثانية لمصلحة المنتخب العراقي، بالتالي 84-77، دقيقتين على نهاية المباراة. الإثارة لا زالت منتظرة والمحاولة الكويتية، الريباوند للعراق، فاست بريك للعراقيين 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 نعم للعراقيين. يا إيهاب الزهيري يفشل في تسجيل إيهاب لكنه يتحصل على خطأ مع اللعبة الماضية. 3 نقاط الفارق الآن بين المنتخبين. خطأ للمنتخب العراقي لإيهاب الزهيري الذي دخل بديلا للمنتخب العراقي حاليا. تمكن إيهاب اليوم من تسجيل 6 نقاط لكنه كان بارع على مستوى الريباوند عندما يعني تمكن من انه ياخذ 6 كرات على مستوى الريباوند. نعم 6 ريباوند لإيهاب اللي بيسجل هلا نقطته 7، عنده 2 اسيست ايضا اللاعب إيهاب الزهيري. إيهاب الرمية الثانية، لاعب فريق نفط بغداد يفشل في تسجيله لكن الريباوند لزميله الإسماعيلي لميفيلد يستعيد الكرة للمنتخب العراقي. ميفيلد هلا بيهدي اللعب شوي، بيهدي اللعب شوي، بده يستفيد من وقته برضه يطول زمن الهجمة. 3 ثواني ضايلين، ثانيتين انتهى زمن الهجمة قبل أن يلعب اللاعب العراقي الكرة، وبالتالي يستعيدها لاعبو المنتخب الكويتي حاليا. 85-77 لعبة كويتية. يا عيني يا عيني يا عيني، أليكس القيس نجم المباراة اليوم على مستوى التسجيل يسجل من جديد لمصلحة المنتخب الكويتي. أليكس 22 نقطة يسجل يقلص الفارق إلى 85-80. المنتخب الكويتي مطالب هلا بأنه يمنع العراق من التسجيل بأي طريقة بأي طريقة بأي طريقة، لذلك ضغط عالي ضغط عالي مان تو مان من جانب المنتخب الكويتي. لكن يا عيني على ميفيلد، اسيست جميل وسلي لعلي اسماعيل ترفع الفارق الى 7. محاوله كويتيه وخطا الان لمصلحه المنتخب الكويتي. 87-80 لمصلحه المنتخب العراقي، دقيقه وثانيتين على النهايه. هذه ثلاثيه اللاعب أليكس الغيص اليوم الماضيه الاخيره يعني. أليكس الغيص 22 نقطه هو اكثر المسجلين، يلي حسان عبد الله من جانب المنتخب العراقي ب 19 نقطة هو ثاني المسجلين في مباراة اليوم. 22 لأليكس 19 لحسان عبد الله. نعم اما على مستوى الريباوندز اليوم عندنا عمران جوهر 11 مرة كان عنده ريباوندز، يعني اخذ 11 ريباوندز مقابل 10 لعلي اسماعيل بالاسيست. دائما اللاعب دي ماريو ميفيلد متفوق كما فعل بالامس في لقائه امام منتخبنا الوطني، اليوم يصنع 14 سلي مقابل 6 لاحمد البلوشي من جانب المنتخب الكويتي. الستيلز احمد البلوشي 5 مرات وحسان عبد الله 4 مرات. اما البلوك كان في بلوك واحد ليوسف بورحمه من جانب المنتخب الكويتي واثنين لمحمد الخفاجي لاعب المنتخب العراقي. هذا على مستوى اكثر يعني اللاعبين تسجيلا للنقاط والريباوندز والاسيست والستيلز وكمان البلوكس في هذه المباراه حتى اللحظه. المسجل الاكثر مثل ما قلنا أليكس خالد فيصل الغيس من جانب المنتخب الكويتي، اما الثاني فهو حسان عبد الله من جانب المنتخب العراقي.
البلوشي يحاول حاليا للمنتخب الكويتي يلعب لعبد المنعم وخطا لمصلحه المنتخب الكويتي نعم لمصلحه اللاعب مصطفى عبد المنعم 24 عام لمصطفى و55 ثانيه على النهائي يفارق النقاط الان هو 87-80 بين المنتخبين تايم اوت يطلب الثلاث العادل مدرب المنتخب الكويتي نذكر بأن تاريخ الكرة الكويتية على مستوى لعبة كرة السلة كان كبيرا في سنوات خلت فوصل منتخب الكويت 12 مرة إلى بطولة الأمم الآسيوية في وقت سابق نعم وكان لديه يعني كسجل تاريخي 29 انتصار مقابل 55 هزيمة في 84 مباراة خاضها ببطولة الأمم الآسيوية 84 لقاء للمنتخب الكويتي نعم مقابل 19 للمنتخب العراقي اللي انتصر في 11 وخسر في 8 في تاريخ مشاركاته ببطولة الأمم الآسيوية أربع مرات العراق أربع مشاركات آخرة كانت في لبنان عام 2017 مقابل 12 مشاركة سابقة للمنتخب الكويتي يستهدف الوصول رقم 13 منتخب الكويت مقابل الوصول الخامس للعراق تحاول لخامس مرة أن تصل للبطولة القارية ويظل يعني إنجاز العراق بالوصول إلى الألعاب الأولمبية عفوا إلى دورة الألعاب الأولمبية عام 1948 هو الإنجاز الأفضل لكرة السلة العراقية وصلوا إلى الأولمبياد عام 1948 لم يحرز يعني المنتخب العراقي أي انتصار في تلك الأولمبياد لكنه يعني سجل وصوله للأولمبياد في مناسبة وحيدة منتخب العراق ثاني غرب آسيا في مناسبة وثالث غرب آسيا في ثلاث مناسبات أما المنتخب العراقي الكويتي إنجازه الأبرز كان حصوله على بطولة كأس الخليج في ثلاث مناسبات سابقة ورابع بطولة التضامن الإسلامية في مناسبة ورابع برضو بطولة كأس الأمم الآسيوية وهو الإنجاز الأبرز فعليا في مناسبة واحدة كانت عام 1983 في هونغ كونغ العراق أحسن ترتيب إلها بآسيا بالبطولة لما وصلت كان الترتيب السادس ماليزيا عام 1977 طيب نعود الآن للقاء هنا كرة اللاعب مصطفى عبد المنعم الأخيرة و 59 ثانية على النهاية النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب العراقي ب 87 نقطة مقابل 80 ليس هناك أي مجال للتفريط الآن بما يخص يعني محاولات المنتخب الكويتي على أن يسجل من محاولاته ومحاولته الحالية حاليا وبعد ذلك يفكر في تقليص الفارق أكثر أو العودة بالنتيجة تحقيق انتصار راح يكون صعب للمنتخب الكويتي العراقي الأقرب لا زالت لكنها مطالبة بالتركيز مطالبة بحماية سلتها واستغلال أيضا أول فاصل بيك بيجي معاها مثلا من الهجمة الحالية إيش بيصير 59 ثانية متبقية وجزء من الثانية حكام اللقاء كان في بينهم نقاش إيش هو القرار طيب كرة للمنتخب الكويتي حياز الآن للأزرق الكويتي الكويتي للبلوشي نعم الوقت أنا والله كنت شاكك الوقت لأنه متذكر أنه كان 54 مش 59 طيب راجعوا الوقت الكرة ملعوبة الآن للمنتخب الكويتي محاولة ثلاثية لا ينجح في تسجيلها وبالتالي سعيد المنتخب العراقي فول نعم راح يعملوا خطأ اللي هم لاعبي المنتخب الكويتي حاليا عمد الخطأ نعم وبالتالي الكرة بالسلامة يا رب بالسلامة لي على إسماعيل شوي كانت قاسية نعم تعمد إنه يعمل خطأ اللاعب مصطفى عبد المنعم بس كان بيلزم شوية كمان حذر في إيذاء المنافس يعني مع اللعبة الماضية شو مصطفى أمسك بعلي إسماعيل لكن شوي كان قاسي التدخل يا مصطفى عبد المنعم بالسلامة إن شاء الله الآن لعلي إسماعيل قائد المنتخب العراقي وأيضا نجم نادي نفط بغداد العراقي بالأساس
علي اسماعيل مترين، ويبلغ من العمر علي 32 عام. السلة الأولى لعلي إسماعيل. علي إسماعيل لاعب المنتخب العراقي يسجل الرمية الأولى على مستوى الفري ثروز الآن. علي إسماعيل الرمية الثانية يفشل في تسجيلها، وحيازة بعد الخطأ المتعمد الماضي. هذا لاعب المنتخب الكويتي، حيازة عراقية. سلة من أصل اثنين تجعل الفارق ثمان نقاط بين المنتخبين، 88-80. الكرة الآن ميفيلد يسقط على الأرض، ستيل من لاعبي المنتخب الكويتي لكنه لم يستمر. المنتخب العراقي قريبا من انهاء المباراه ان سجل هذه الثلاثيه. عيني 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 حسان 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 اللعيب حسان يسجل النقطه رقم 91 للمنتخب العراقي. حسان عبد الله يسجل للمنتخب العراقي، لعيب كبير حسان. والان الرد بثلاثيه لكن ايضا يستعيد الكره المنتخب العراقي، والفارق 11 نقطه. وحسان يكرر، لا لم يسجل. ايهاب الزهير يحاول، خلاص انتهت المباراة، انتهت المباراة. المنتخب العراقي يكسب هذا اللقاء بفارق اذا 11 نقطة، 91 مقابل 80. المنتخب العراقي يحقق انتصارا مستحقا على نظير الكويتي هنا على صالة الجامعة العربية الامريكية بمدينة جنين ضمن ثاني لقاء المجموعة الثانية من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 2025. مبارك طبعا للمنتخب العراقي، هذا الانتصار المستحق على نظيره الكويتي، وروح رياضية عالية طبعا تجمع المنتخبين. هاردك المنتخب الكويتي قدم ما عليه، حاول أن يعود بنتيجة ذات مرة في هذا اللقاء، ولكن يتطلب الأمر أيضا فترة أكبر ربما لكي تستعيد كرة السلة الكويتية عافيتها بشكل أكبر، وهذا ما نتأمله في قادم هي الأيام والسنين، لأن كرة السلة الكويتية دائما كانت يعني رافعة لآمال العرب والفرق الآسيوية أيضا في المناسبات المختلفة. فبالتوفيق الأزرق ومبروك بالمقابل لأسود الرافدين انتصار مستحق في هذه المباراة. العراق الآن بثلاث نقاط، الكويت نقطة، منتخبنا بنقطتين بانتظار لقاء المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي غدا عند الساعة السابعة في ذات الساعة، الساعة السابعة أو ذات الملعب عفوا، وصالة صالة الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين. مبروك للعراق، هارد الكويت، ونلتقي معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. قبل تحيات معلق اللقاء خليل جاد الله، ونلتقي أخير في مرات قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى ألف لقاء.